مشاهدي قناة محمدية بريس، أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة الخاصة بآخر مستجدات الحالة الوبائية ببلادنا. أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 6513 إصابة جديدة كوفيد 19 و9761 حالة شفاء و90 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج كوفيد 19 أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد قد بلغ 17,261,833 شخص. وبحسب النشرة فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2,209 إصابة لكل 100,000 نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 17.7 لكل 100,000 نسمة خلال 24 ساعة الماضية. وبحسب النشرة فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2,209 إصابة لكل 100,000 نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 17.7 لكل 100,000 نسمة خلال 24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 77,707 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال 24 ساعة الأخيرة 298، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2,458، منها 69 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. وبلغ معدل ملء أسيرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19 51.6%.